وعن أمور أشغلت لبالي عن المدى والوسط. واشرح لنا المنوال والوسيطة بجملة مفيدة بسيطة. واشرح لنا المنوال والوسيطة بجملة مفيدة بسيطة. ابدأ ورتب هذه الأرقام ثم 7, yes, and left to 5. What is the meaning of down to 7? And don't forget to put comma. Down to 7. ابدأ ورتب هذه الأرقام ثم تأملها وكن فهاما، وانظر إلى الرقم الذي في المنتصف فهو الوسيط باسمه قد اتصف. وعرف المنوال في المفكرة أكثر رقم منه متكررة. أشغلت لبالي عن المدى والوسط الحساب. أما المدى سيأتي إن طرحنا من أكبر الأرقام الرقم لدنا، ولتجمع الأرقام جمع المجتهد، ولتقسم مجموعها على العدد. ولتجمع الأرقام جمع إذا ستلقى الوسط الحسابي، وهكذا قد انتهى جوابي.